في مسج بعتها لحسام حبيب ولسه بتزلوني بيها لحد النهارده، فاكرينها؟ انا جايه اوريكم فضائح اخرى من فضايحي. في يوم من الايام لقيت مامتي بتقولي ان هي شايفه من البلكونه الفنان مراد مكرم واقف تحت البيت. قعدت اقول لها لا يعني هيكون بيعمل ايه تحت البيت، بس هي اصرت ان هو مراد مكرم. فروحت ابص من البلكونه فابتديت احس انه ايه ده هو. وكان وقتها لسه مخلص مسلسل فوق مستوى الشبهات مع يسرا وكان مكسر الدنيا، فكنا حابين نشوفه بصراحه ونسلم عليه. فعلى ما قعدنا شويه نتشارك هو او مش هو، كان خلاص هو بيتحرك وماشي. هما لبسوا بسرعه وسربعوني وانا ما كنتش جاهزه خالص، فخدت اي عبايه كده وحطيتها عليا، وبعد كده خدت طرحه جدتي ونزلت بقى، فطلعت صوره كده اتصورناها معاه بشعه. مش مسامحه نفسي ان انا نزلت اتصور وانا عامله كده، ومش مسامحه نفسي ان انا بوريها لكم. انا اصلا دي اول مره اطلعها من ساعه ما اتصورتها، كنت مخبيها عن الكوكب كله. عشان حد في اللايف كان سالني ايه اكتر موقف محرج حصلك مع فنان، هو ده اكتر موقف محرج حصل. لسه في فضيحه اخرى وغالبا هنحتاج فيديو ثالث لفضايحي. انا وانا صغيره قوي كنت بحب الفنانه سوما، يعني سوما وقتها كانت مكسره الدنيا. في مره دخلت بعت لسوما الكلام المريب اللي هتشوفوه ده وردت عليا. لا الموضوع ما وقفش هنا، انا دخلت كلمتها تاني يوم عيد ميلادها. السكرين شوت الجايه دي بقى من جروب كنت عاملاه في السنه اللي هتشوفوها دي وانا صغيره جدا على الفيسبوك لفناني المفضل وقتها ودلوقتي وفي كل وقت وحين. لو سمحتم متتريقوش. بعد ده كله عامل لي بلوك. لو عايزين بارت 2 قولوا لي في الكومنتس.